تصد سكرتير الحزب الشيوعي عبر ملثمين، هذا ما ورد في الخبر. هل نحن مقبلون على ممارسات جديدة في إدارة الخلاف السياسي؟ مؤكد الصدق الخبر، هذه كارثة. السياسة السودانية طيلة عمرها لم يدخلها العنف السياسي، يعني تختلف الأحزاب، تختلف القوى السياسية، لكن لم يتم استخدام العنف. ربما إنه حادث العنف الوحيد كان محاولة اغتيال الحكيم العراقي في السودان، وده شخص غير سوداني وجهة غير سودانية، لكن السياسة السودانية للأسف في خبر الأسبوع الماضي عن إنه وجدي صالح تعرض لهجوم هو وأسرته، والآن سكرتير الحزب الشيوعي. أنا بفتكر حتى بيان الحزب الشيوعي أو التصريح الصحفي جانب التوفيق، في جهة هي مسؤولة، هي وزارة الداخلية وهي الشرطة، لا يجب أن نعتمد على هيئة حزبية لحماية أعضاء الأحزاب. وزارة الداخلية هي المعنية في المقام الأول بحماية أي مواطن سوداني، سواء رئيس حزب أو مواطن عادي. الدور الذي يمكن تلعبه السلطات لمواجهة هذه الظاهرة قبل انتشارها؟ مؤكد أن مسؤولية وزارة الداخلية، مسؤولية المخابرات العامة، هي المسؤولة عن حماية قادة العمل السياسي وجميع المواطنين السودانيين داخل السودان أو خارج السودان. دي مهام نص عليها الدستور. الآن مطلوب من الجهتين ديل إنهم يخرجوا للرأي العام ويوضحوا حديث الحزب الشيوعي عن استهداف سكرتيره العام بتصريح من وزارة الداخلية تخبر السودانيين عن أن هذا الأمر صحيح أم خاطئ، أم أن هناك متهمين يتم مراقبتهم أم يتم القبض عليهم. لازم الداخلية توضح للسودانيين ما يحدث.